في عناوين هذه النشرة: ميقاتي لن نقر في جلسة الاثنين إلا الأمور الضرورية. هكذا سيرد التيار الوطني الحر على دعوة ميقاتي لعقد جلسة للحكومة. ملابسات جريمة تعتنيت بدأت تتكشف. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريح للصحفيين أثناء خروجه من معرض الكتاب في لبيال أن دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين مردها إلى وجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها، مشددا على أنه بعد الاطلاع على الجدول الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بندا من الجدول، ولن نقر الاثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنها ضرورية. وأضاف: منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا أعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب وجود ملف ملاح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسيل الكلى والسرطان، وأنا طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعداد جدول أعمال الجلسة، وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا 318 بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثناء. وتابع: أسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء أو غير بتراء، الحكومة كاملة، وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، وأي أمر سيكون معروضا على مجلس الوزراء يجب أن يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للنقاش. وأكد أنني أقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة إلى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية فإنهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما أكثر، ولذلك أعتقد أنه ستكون هناك مشاركة واسعة. وعن قول البعض أن ميقاتي حاكم بأمر الثنائي الشيعي، قال: من يقول هذا الكلام يعلم أن الدعم هو لتسيير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن، ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم عرض عضلاته عند ما كان الثنائي الشيعي داعما له. يعيش وطننا حاليا أزمة خانقة تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات من دون أن تؤثر في عزيمة أبناء شعبنا على الصمود والنهوض من جديد، ومن دون أن تحبط إرادتنا في وضع المعالجات السياسية والاقتصادية الصحيحة. لكن المطلوب أولا وقبل أي أمر آخر إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، واستكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال إلى إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافي الاقتصادي الموجود، ويخرج وطننا من الدوامة المقلقة التي طال أوانها. بدوره استغرب عضو تكتل لبنان القوي أن أبشار بالمرون دعوة ميقاتي، مشددا على أن التيار سيواجهها بشتى الطرق المتاحة في ضروريات تتعلق بالمستشفيات كبند أساسي اليوم، ولا يمكن الانتظار من أجل بت هذا الموضوع. ما في يبرر اليوم. كل وزير قادر يعمل شغله، قادر عم بيتمم أموره لحدود معينة بحكومة تصريف أعمال. يلي تم تنبيهه لرئيس ميقاتي ما قبل الدخول بالفراغ هو الكلام اللي عم نصله اليوم. قبل الدخول بالفراغ تم تنبيهه للرئيس ميقاتي أنه أنت اليوم إذا ما أخذت حكومة اخدي سئت مجلس النواب، هيدي الحكومة ما بينشغل فيها ورح تاخد البلد على مطارح كتير متعسرة ما تقدر تقوم بالواجب اتجاه شعبها. هيدي النتيجة. وللأسف اليوم بالجدول في شيء خطورة، وهو في خطورة كتير كبيرة. اليوم في عندك معاهدات في 65 بند على جدول الأعمال مقسمين على الوزراء وكأنه شيء لم يحصل. في مراسيم هي من حق مضيطة، من حق
رئيس الجمهورية، كيف أنت بتمد إيدك بالفريق، بتمد بسيطة. إيدك على هيدي الصلاحيات، هيدي الأمور منا صدفة، يعني منا شيء هين تتلاعب أنت بالنسيج الوطني، البلد مركب بهالطريقة، ما فيك تتخطى إشي وبعدين تيجي تقول لي صار في مشكلة. أستاذ جورج، هلأ نحن بهذا الموضوع أكيد رح يكون في موقف، وهذا الموقف واضح، ما فيك أنت تتعدى على صلاحيات رئاسة الجمهورية بكتير أمور مراسيم لازم تمضى وتمرق هذه الأمور وكأنه شيء لم يحصل. أنا اللي عم بقوله الرئيس ميقاتي يتحمل التعسر السياسي هلأ وعم بزيد الأزمة، مثل ما بيقولوا تعسر وإشياء مش هيك بينبنى بلد. ولكن هنالك عدد كبير من الوزراء المسيحيين سيشاركون بهذه الجلسة، على رأس وزراء المردة، في كمان كلام عن وزراء مقربين من رئيس الجمهورية سيشاركون بهذه الجلسة. يعني هذه الحكومة بحضور ستحظى بمشاركة مسيحية ولن يكون هنالك غياب عن هذه المشاركة. ليك استاذ جورج، الأكثرية المسيحية بفتكر منا حاضرة، بس خلينا نعطي هالساعات لتتبلور هالفكرة، لأنه هذا الموضوع هلأ بتجاذب. محط يعني أخذ رد، يعني موضوع المشاركة المسيحية والميثاقية، يعني هيدا الموضوع اليوم في رأي عم بيتداول بين كل الوزراء، وهيدا الرأي بيتبلور إذا كيف بيصير شكل القصة بين كل الوزراء أو كل الوزراء المسيحيين. لا كوزراءنا معروف ال بس الأراضي. ما في وزراء مثلا، في الوزير في جوني القرم، في الوزير التابع، في حكي بهذا الموضوع اتركه اعطيه وقته، يعني ما لحتى ما نحسم يعني ممكن ان اكون قدام مشاهد نهار التنين بعدم تامين نصاب لهذه الجلسه لانعقادها. ممكن. في المواقف أيضا صدر عن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم البيان التالي: لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين الواقع في الخامس من الجاري وبجدوى الأعمال فضفاض يتضمن 65 بندا، وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى. وفي انتظار بلورة المزيد من المواقف، مواقف على خط الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، جعجع يحمل بري مسؤولية تعطيل نصاب انتخاب الرئيس ويدعوه إلى محاسبة الكتل على مواقفها في الجلسة. في رسالة رأى فيها البعض سلسلة من المزايدات، خصوصا أنها تتوجه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هو الذي يشارك في تعطيل النصاب في الدورة الثانية من جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، وخصوصا أيضا أنها في أسطرها الأولى تحمل تأكيد المودة بين الجانبين. توجه رئيس القوات سمير جعجع برسالة إلى الرئيس بري: رئيس نبيه بري، كل عمرنا في خلافات سياسية نحن وياه، وهذا شيء طبيعي بنظام ديمقراطي، بس ولا يوم من الأيام إلا المودة كانت موجودة، وأنا انطلاقا من هالمودة بدي أتوجه له اليوم: يا دولة الرئيس، مجموع الكتل يلي عم بيعطل الانتخابات الرئاسية، برجع بقول مش عم بينسحب من جلسة، عم بيعطل الانتخابات الرئاسية صار معروف، وبالتالي عندك مسؤولية كبيرة إنك أنت مؤتمن على حسن سير مجلس النيابي، ماذا وإلا رح تكون هالمؤسسة الدستورية خلاص صارت معطلة بحكم تعطل الانتخابات الرئاسية بالوقت يلي البلد بأمس الحاجة لانتخابات رئاسية. وبالتالي دولة الرئيس بري طبعا من صلب مسؤوليتك هلأ انك تستدعي هلأ تحضيرا لجلسة الخميس القادم رؤساء الكتل اللي عم بيعطلوا وتقلن انه ما فيهم يضلوا يعطلوا، واذا بدهم يضلوا يعطلوا جلسة الخميس الجاي مثل ما صار لثمان جلسات ماضية، اوكي انت رح تاخذ تدابير، انت رح تاخذ الموقف اللازم، انت رح تطلع تقول في كتل عم تعطل الانتخابات الرئاسيه، والا كيف فينا نفهم تعطل الانتخابات الرئاسيه من بعد شهرين مهله دستوريه وشهر هلا بدون رئيس تماما. كلام جعجع كان حضر مثيله على لسان عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي خلال الجلسة الانتخابية أمس، وحوله حصل جدال مع بري. دولة الرئيس، اسمح لي اتوجه لحضرتك بالمباشر، إذا نائب سمح لحاله يحكي برات النظام نقدر نعطيه ملاحظة كأنه تلميذ بمدرسة، بينما بنشوف كل مرة بعد مرة بعد مرة عم تتعطل جلسات الانتخاب تحت نظر حضرتك دون أي ملاحظة. دولة الرئيس، زميلنا الكريم، لحظة
دولة الرئيس لسه عندك. عم تعمل لي خطاب مكتوب. عم بتوجه لحضرتك. عم بتوجه لحضرتك لقول لك إنه القصة عندك حتى نطبق القانون والدستور بروحيته لعدم تعطيل المجلس. القصة عندك دولة الرئيس، خاصة إنه جزء من المعطلين هن أقرب المقربين لحضرتك وعم يعطلوا. مشان هيك دولة الرئيس بنتمنى لحظة. مشان هيك دولة الرئيس لحظة يا دكتور، بتمنى على حضرتك أحد أكثر الناس اللي بهالمجلس والنواب حرص على انتخاب رئيس الجمهورية امبارح مش اليوم. دولة الرئيس، دولة هذا الرئيس الكلام ما بيتوجه لإلي يا زمان على حضرتك شرف. في المقابل أكدت مصادر عين التين للأو تي في أنها لا تريد الدخول في سجال ولا في مناكفات مع أحد، ومجريات الأمور تجيب على كل الأسئلة التي يوجهها البعض ربما من باب المزايدات، ولكن للأسف أن هذا البعض يجاف الحقيقة ويريد الأمور على قياس سياسته. وأضافت المصادر أن من يدعي الحرص على الاستحقاق كان عليه الاستجابة لدعوة الرئيس بر للحوار لأن يساهم في التعطيل، خصوصا أن الجميع يعلم أن التوافق هو الذي يقصر أمد الشغور في ظل موازين القوى في المجلس النيابي، وفي ظل إصرار هذا البعض على مرشح تحدي في الوقت الذي لا يحتمل هذا البلد إلا التوافق. وختمت المصادر بالقول أي مغامرة خارج التوافق أنما تأخذ البلاد إلى مزيد من التأزم، ومرة جديدة مسار التعطيل يتحمله من رفض الحوار. على صعيد آخر، تحقيقات في جريمة قتل الشاب لي ميشيل متى في بلدة عتنيت في قضاء صيدا بدأت تتكشف، وجديد التحقيقات في رسالة للزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية، تفضل. الله يعطيك جورج. يعني وسط أجواء الحزن والصدمة التي لا تزال تخيم على بلدة عتنيت صيدا جراء جريمة القتل يلي ذهب ضحيتها الشاب لي متى ابن 17 عاما بنتيجة عشرات الطعنات بآلة حادة بجوار منزل زويه. ما تأخر الجيش اللبناني بالكشف عن ملابسات هيدي الجريمة، فمن بعد توقيف فرع مخابرات الجيش القتل بوقت قياسي وهو السوري أحمد عز العلي من مواليد سوريا العام 2003 بيشتغل بمجال ميكانيك السيارات ببيروت وهو من زاوية سمعة سيئة جدا لجهة قيام بأعمال السرقة بمحيط سكنه. تكثفت هيدي التحقيقات معه من بعد تفتيش منزله وهاتفه، وتم العثور على محادثة عبر تطبيق واتساب بينه وبين السور حسين العلي حول الجريمة وعما إذا تم توقيف أحد الأشخاص بنتيجتها. تبين أيضا عن وجود خدوش على وجه وظهر القاتل بنتيجة التضارب بينه وبين المخدور، إلى أنه زعم أمين التحقيق بأنه هذه الخدوش هي بنتيجة مزاح مع ابن خاله. ابن خاله يلي سبق وسميني وهو شريك، تبين بوقت لاحق هو شريك بهيدي الجريمة البشعة. من بعد مواجهة القاتل بعدد من الأدلة اعترف بأنه حوالي الساعة 11 ظهرا من تاريخ 24 الشهر الماضي توجه إلى منزل ميشيل متى بهدف السرقة، من بعد ما اعتقد أنه ما في حدا داخل المنزل نتيجة مشاهدة مغادرة والدة المخدور وشقيقته الكبرى. وعند وصوله إلى محيط المنزل شاهدوا المخدور إلي يلي كان داخل المنزل، فخرجوا حاول منعه لكن الصوري أحمد العلي تعرض له بالضرب والتقط عن الأرض إلي حادة وقام بطعنه بعدة طعنات تجاوزت 30 طعنة بمختلف أنحاء جسده إلى أن فقد وعيه إلي وسقط أرضا. من بعدها حاول نقل الجثة إلى داخل المنزل لكنه ما استطاع حمله فتركه على الأرض وتوجه إلى داخل المنزل وسرق هاتف لشقيقة إلي. القاتل اعترف أيضا أنه بعد الجريمة توجه فورا لمنطقة الغازية ووضع الهاتف اللي سرقه وهو لشقيقة المخدور داخل محل لبيع وصيانة الهواتف وعمل على إعادة برمجته ليتمكن من استعماله. ومن وقت لاحق انتقل برفقة والدته لمنزل المخدور متى وقدم واجب العزاء لأهله من أجل إبعاد الشبهات عنه. يعني الحقارة هون المثل، طبق المثل يلي بيقول قتل القتيل ومشي بجنازته. القاتل اعترف بأن السور حسين محمد العلي من مواليد العام 98 اشترك معه بالجريمة وهو ابن خاله،
حيث قام حسين بتثبيت إلي وعمد أحمد لطعنه عدة طعنات قاتلة بأنحاء جسده. تم توقيف أيضا المجرم الشريك حسين يلي تقاطعت اعترافاته مع اعترافات المجرم أحمد. القاتل هو من أصحاب السوابق. للمفارقة أيضا أنه كان والد الضحية سبق وتقدم من سنتين بشكوى ضد المجرم نفسه وأفراد من عائلته من بعد ما قام بسرقة ذهب من داخل منزل المخدر. أيضا جورج يعني كانت هيدي تفاصيل الجريمة المروعة، أكيد تفاصيل إذا في دغن تقرير بنشرة أخبار المصرية. شكرا لك زميلنا جورج عبود على هذه المعلومات. شركات واجهة وتحويلات بمئات الملايين من مصرف لبنان إلى حسابات الأخوين سليم الخاصة والمركزي يستأجر شقة في شانزليزيه من دون ترخيص عمل في فرنسا، جزء من فضائح كشفها التحقيق مع صديقة رياض سليمي أنا كوزاكوفا نانسي صعب. في لبنان هدوء قضائي إلى حد الجمود في ملف سرقة العصر بحق شعب كامل، أما في فرنسا فغليان يبدو أنه اقترب من إغراق رأس حاكم مصر في لبنان رياض سليمي، وربما مع من يحميه ويغطيه ومن استفاد من سياساته. في جديد القضية ما نشره موقع ميديا بار الفرنسي عن تفاصيل التحقيق الذي أخضعت له صديقة رياض سليمي ووالدة ابنته أنا كوزاكوفا في حزيران الماضي، في استكمال للملاحقات القضائية الفرنسية لسليمي منذ تموز 2021 بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. كوزاكوفا الممنوعة من السفر والتي سلمت جواز سفرها الأوكراني والخاضعة لمراقبة قضائية تعترف أن رياض سليمي هو المسؤول عن تحويل مبالغ وصلت إلى 246 مليون دولار من مصر في لبنان إلى حسابات رجا سليمي الشخصية. رياض سليمي هو المسؤول عن هذه العملية، قالت كوزاكوفا للمحققين الفرنسيين. ويذكر التحقيق الصحفي الفرنسي أن اختلاس هذه الأموال تم عبر مؤسسة واجهة هي فوري أسوشييتد ليميتد المسجلة باسم رجا سليمي في جزر العذراء البريطانية، حيث تم تحويل مبلغ 246 مليون دولار من مصرف لبنان إلى حساب خاص لرجا سليمي في مصرف HSBC سويسرا. وتنقل ميديا بار عن القضاة أن تشغيل حساب فوري لا ينطبق على حركة حساب أي شركة، إذ لم تسجل أي عمليات دفع أجور أو إيجارات، كما لم تدفع أي فواتير، بل إن حركة المدفوعات من الحساب تشير إلى مستفيدين اثنين هم رياض ورجا سليمي بواسطة رجا سليمي أو شركات أوفشور. وانطلاقا من الوثائق يشير موقع ميديا بار أن التحويلات المالية من حساب مصرف لبنان الرقم 01260632009 إلى حساب فوري وبطلب من رياض سليمي كانت تتم بموجب عقد باطل قانونيا، وأن هذه التحويلات لا تتطابق مع أي خدمة حقيقية تؤديها فوري واستفاد منها رياض سليمي والمقربون منه، ومن بينهم أنا كوزاكوفا التي كانت إحدى المستفيدين عبر شركة أسستها في قبرص عام 2004 باسم فوري أيضا. ونحن هنا أمام شركتي فوري. بررت كوزاكوفا تأسيس فوري قبرص بالتفاوض عن المزارعين لتسويق إنتاجهم في الخارج، لكن الأمر لم ينجح. تقول إن رياض سليمي ساعدها واستثمر في فوري قبرص. قال لي إن شقيقه مدين له بالمال، وقد أرسل مبلغ مليون دولار على 5 سنوات. حساب فوري لم يغذه إلا رياض، وقد اعتبرت هذه الأموال بمثابة استثماري الخاص. تقول كوزاكوفا التي تنفي علمها بأن مصدر الأموال التي تلقتها فوري قبرص هو فعلياً فوري سويسرا، وتضيف أن الأموال التي تصل إلى حساب فوري هي أموال رياض سليمي، وشركة شقيقه رجا هي التي تولت تسديد أموال رياض. أن تحمل شركتها وشركة رجا سليمي نفس الاسم مصادفة، تعترف كوزاكوفا التي وللتذكير ارتبط اسمها بشركة إسيفيس التي وقع مصرف لبنان معها عقد إيجار لشقة في شارع الشانزليزيه تحت مسمى مكتب طوارئ خارجي لمصرف لبنان، بالإضافة إلى سلسلة شركات تديرها أو تساهم فيها يتبين ارتباطها برياض سليمي. الفضيحة الإضافية مرتبطة بشقة الشانزليزيه المفترضة كمكتب طوارئ لمصرف لبنان. وقد أوضح القضاة المعنيون لميديا بار أن معاينة الشقة أظهرت وجود أجهزة كمبيوتر مستخدمة قليلاً جداً وموصولة إلى شبكة إنترنت، لكن مكاتب هذه الشقة فارغة كما أنها خالية من أي ملف. لكن الأخطر أن هذه الشقة لا علاقة لها بمصرف لبنان،
الذي لم يتقدم بطلب للعمل على الأراضي الفرنسية ولم يحصل على إذن بذلك من مصرف فرنسا المركزي أو من حاكمه. تقول كوزاكوف أن مصرف لبنان اختار مكاتب إيسيفيس لأنها كانت منافسة، وأن المركزي اللبناني كان يملك 100 متر مربع من الطابق الرابع من المبنى، لكن استخدامها اقتصر على 4 أسابيع في العام فقط. عقد الإيجار هذا موقع بين كوزاكوفا ووالد ابنتها رياض سلامي. وللتذكير فإن الأو تي في كانت كشفت عن عقد هذه الشقة ضمن برنامج ساعة الحقيقة، والتي تبين بالوثائق أن إيجار الشقة السنوي تخطى نصف مليون دولار، فيما التخمينات أشارت إلى أن الإيجار الشهري لا يجب أن يتخطى 6000 دولار، ما يعني أن مصرف لبنان دفع إيجار الشقة 6 أضعاف أكثر، وما يعني حكماً أن الفارق بين التخمين والإيجار المدفوع يترجم جرم الإثراء غير المشروع. هل اقترب حساب رياض سلامي في فرنسا؟ وفي حال تم استدعاؤه للاستماع إليه، ألا يعيقه قرار منع السفر عنه؟ خصوصاً أن حاكم المركزي لم يطلب رفع هذا القرار؟ مصادر قضائية تؤكد للأو تي في أن شيئاً لن يعيق مسار العدالة، وأن رفع قرار منع السفر ممكن في أي لحظة، فكيف إذا كان الأمر مرتبطاً بادعاء بحق رياض سلامي؟ وعند تسلم لبنان أي طلب بذلك، لن تتأخر النيابة العامة في جبل لبنان عن الرفع الفوري لقرار منع السفر الذي لم يتخذ إلا تقييداً لحرية رياض سلامي ومنعاً لاحتمال هربه، مع العلم أن لهذا القرار مدة محددة يسقط بعدها، وبالتالي يمكن اتخاذ قرار رفع منع السفر الآن بعدما انقضت مدته. نهاية النشرة. للمزيد تابعوا على الـ OTV دوما عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.